النهاردة هنتكلم عن أهمية أول محاضرة أو سكشن. مع بداية الدراسة مش عايزين ننسى تأثير أول محاضرة على السنة كلها، لازم نكون جاهزين ليها ونخطط لها كويس. أول انطباع بيتكون عند الطالب ممكن يفضل معاه طول الترم، عشان كده نقدر نعتبر أول محاضرة دي عقد بين الطالب والدكتور. يقدر الدكتور يوضح فيها التفاصيل بتاعة الكورس، ايه القواعد اللي الطالب المفروض يلتزم بيها وايه المسموح وايه الممنوع في المحاضرة، توقعات الدكتور من الطلبة وايه اللي الطالب ممكن يعمله عشان يعدي الكورس، ازاي الطالب يقدر يتصل بالدكتور خارج المحاضرة، اهمية الكورس، ايه الشيتات والاساينمنتس اللي هتطلب من الطالب وطرق تقييم الطالب وتوزيع الدرجات والكتب والمراجع. يفضل ان الواحد يعمل لنفسه تشيك ليست عشان يتاكد انه غطى اغلب النقط المطلوبه منه في اول محاضره، زي مثلا ان هو يقدم نفسه، يكون متحمس عشان حماسه ده يتنقل للطلبه، يوريهم اهميه الكورس، يبتدي يحاول يعرف اساميهم، يوضح لهم ايه الحاجات اللي هتتدرس خلال الترم، يستخدم انشطه ونقاشات تشد الطلبه، يخلي الطلبه يسالوا الاسئله اللي هم عايزينها، يناقش معاهم طرق التقييم، يقترح عليهم كتب ومراجع، ويوضح لهم طريقه يعملوا بيها فيدباك. وقت المحاضرة بيكون مهم جدا، وعشان كده لازم نحسن استغلاله بطريقة فعالة، يعني ولا نمشيهم بدري ولا نضغط عليهم بمعلومات كتيرة من أول محاضرة. ولازم دايما نفتكر ان الفرصة بتجيلنا مرة واحدة بس عشان نسيب انطباع أول كويس، لازم نحسن التخطيط ليها ونستغلها كويس. لمعلومات أكتر عن الموضوع ده اسألوا على Teacher Support and Development Center أو مركز دعم وتطوير المعلم التابع لكلية الهندسة جامعة عين شمس. شكراً.